بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الغصب. المراد بالغصب هو الاستيلاء على مال الغير من غير وجه حق. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يطلقون الغصب على معنيين: معنى خاص ومعنى عام. فالمراد بالمعنى الخاص هو الاستيلاء على مال الغير على وجه المغالبة والقهر، بحيث أنه لا يكون على وجه الخفاء ولا على وجه الاختلاس، وإنما يكون على وجه القهر والمغالبة. وأما المعنى العام عندهم، وهو غالبا ما يقصد به هذا الباب، أنهم يقصدون به كل من استولى على مال من غير وجه حق، بحيث تكون يده على المال يدا عادية، أي يدا متعدية. ولذلك فإن من أعير عارية ثم جحدها فإنه يكون حينئذ غاصبا، مع أن أول العقد إنما هو عارية. كذلك من التقط لقطة وعندما التقطها لم يكن ينوي تعريفها، مجرد النية انتفت عنده، فإن يده على هذه اللقطة تكون يد غاصب. وهكذا من الصور، ومنها السارق العين في يده تبقى كيد كالمغصوب في يد الغاصب. ولذلك فإن الشيخ عثمان بن قايد في حاشيته على المنتهى قال: وللغصب وما في حكمه 10 صور. فتتبعها فأوجدها أو فأوصلها إلى 10 صور. وهذا هو المعنى العام للغصب، وهو مراد هنا في هذا الباب. أول ما أورد المصنف فيه حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، يشمل أن كل من استولى على شيء من الأرض فإنه حينئذ من غير وجه حق، وهو للتمليك عن طريق التعاقد أو عن طريق الإرث أو عن طريق إحياء الموات، أن من أخذ شيئا من هذا الأرض من غير وجه حق فإنه متوعد بأن يطوقه الله عز وجل يوم القيامة من 7 أراضين، بمعنى أن تجعل الأراضين 7 كالطوق في رقبته ليحملها على ثقلها وعظم حجمها، ومع ذلك تجعل كالطوق في رقبته. وهذا يفيدنا خطورة ظلم أموال الناس عموما، وبالخصوص الظلم في الأراضي. ولذلك فإن كثيرا من الناس يتنازعون في الأراضي على تعد من بعضهم وظلم منهم. ولذلك يجب على المرء أن يتقي الله عز وجل في كل أموال الآخرين، ومنها الأراضي بالخصوص. وهذا الحديث فيه جملتان: الجملة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا، من اقتطع شبرا، عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشبر وليس مقصودا، وإنما المقصود من اقتطع شيئا، وإنما جيء به من باب التقليل. ولذلك جاء في بعض روايات الصحيح: من اقتطع شيئا من الأرض، أي ولو كان أقل من الشبر. ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا فائدة وقاعدة فقهية، وهو أن الأقل في حد القلة هو الشبر، أن الحد للقلة هو الشبر، وأن ما زاد عن الشبر يعتبر كثرة. وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد، ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين. وبناء على ذلك فإنهم قالوا إن بعض الأشياء التي عفى الشرع عنها لقلتها ولم يحددها الشارع فإننا نرجع فيها لهذا الضابط وهو الشبر. فقد جاء الاتفاق كما حكي من بعض أهل العلم على أنه يعفى عن الدم اليسير. وما ضابط الدم اليسير؟
في رواية في المذهب ليست هي المعتمدة هي الشبر. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لأن الشبر حد قلة وما زاد عنه فهو كثرة، لأجل هذا الحديث فأتى النبي صلى الله عليه وسلم به من باب القلة لأنه أقل شيء. وهذه طبعا رواية ضعيفة في المذهب، وإنما مردهم في تحديد القلة والكثرة غالبا للعرف، ولكن أردت الاستدلال لهذه المسألة. وأنا بيّنت لكم في بداية الشرح أننا نحرص على أن لا نخرج عن غرض المصنف من الباب، لأن المصنف له طريقة تميز بها، وهو أنه يورد من الحديث ما ناسب الباب ويحذف ما زاد عن ذلك. ولذلك فمن شرح البلوغ بالخصوص الأنسب لطريقة المصنف أنه لا يورد من الفوائد أو من المعاني إلا ما يتعلق بالباب، وأن ما زاد عنه فإنه يتركه كما ترك الحافظ ما زاد عن ألفاظ الحديث. الأمر الثاني في هذا الحديث أن المصنف قال متفق عليه، والحقيقة أن هذا اللفظ إنما هو لفظ مسلم وليس لفظ البخاري، هذا اللفظ الذي ارتضاه المصنف إنما هو لفظ مسلم، وقد تبع فيه المرداوي في كفاية المستقنع وقد بيّن أن هذا اللفظ إنما هو لفظ مسلم. بقي عندنا مسألة ثالثة وهي قضية لما يورد الفقهاء الغصب في باب المعاملات. فنقول إن الفقهاء يريدونه لغرضين، الغرض الأول أنهم ليبينوا أن الاكتساب به كسب محرم، ولذلك يريدونه أحيانا بعد إحياء الموات متصلا به، فيجعلونه متعلق بإحياء الموات، وليبينوا الطريقة المباحة وما يقابلها. والمعنى الثاني فيما يتعلق بالنماء، فإن نماء الغصب قد يكون للغاصب حق فيه كما سيأتي في الحديث الذي الثاني وما بعده، قد يكون للغاصب حق في النماء كما سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. نعم، هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه جاء عند الترمذي كما ذكر المصنف أنه كان عند عائشة رضي الله عنها، قال: فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، يعني أرسلت له زوجة أخرى قصعة وهو إناء يكون عادة من خشب فيها طعام صنعته له، قال: فضربت بيدها، أي التي هي عنده، ضربت بيدها القصعة إما عن قصد أو من غير قصد، قال: فكسرت القصعة، فانكسرت بسبب الضربة، فضمها، أي جمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وضمه وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وهذا يدلنا على أن الطعام إذا سقط على الأرض فإن الأنسب للمرء أن يأكله وألا يتركه ويترفع عنه. قال: ودفع القصعة الصحيحة للرسول، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة أخرى شبيهة بها أو قريبة منها ودفعها النبي صلى الله عليه وسلم للرسول، قال: وحبس المكسورة، يعني جعل المكسورة في بيت هذه الزوجة التي قامت بكسرها. قال رواه البخاري، قال والترمذي، ورواه الترمذي أيضا، وسمى الضاربة عائشة وقال، وزاد فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه، والذي في كثير من يعني كتب أو نسخ سنن الترمذي أنه قال: حسن صحيح، حسن صحيح. هذا الحديث فيه من الفقه فيما يتعلق بباب الغصب أننا نقول إن من غصب عينا من غيره وتلفت تلك العين، سواء كانت العين سيارة أو دابة أو كانت غير ذلك أو طعام أو غير ذلك من الأمور، بأن استولى على ذلك المال بوجه محرم ثم بعد ذلك أتلفه، فمن أتلف عينا لغيره فإنه يلزمه ضمانه، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف بين أهل العلم كيف يكون ضمان العين المتلفة. والقاعدة عندهم أن العين المتلفة تضمن في الأصل بالمثل، أي بمثل المتلف إن كان له مثل، وإلا فبالقيمة. والمذهب أن ما يضمن بالمثل هو شيئان فقط: المكيلات والموزونات التي تصلح
أن تكون عوضا في باب السلم، أو أن تصلح أن تكون مسلما فيه، يصح أن يسلم فيه. هذا هو الذي يجوز المذهب فقط، وما عدا ذلك من المصنوعات والمعدودات فإنها جميعا لا يصلح أن يؤتى فيها بالقيمة، فإنه لا يصلح أن يؤتى فيها بالمثل. وعلى ذلك فإنه على المذهب إذا غصب رجل من آخر مثل هذا الحامل للمصحف ثم كسره يجب عليه القيمة فقط، ولا يصح أن يأتيه بمثله، وإنما يأتي بالمثل من المكيلات والموزونات كالذهب والفضة إذا كانت إبرا، أو من المطعومات أو غير ذلك من المكيلات والموزونات المعروفة في محلها مما يصح في باب السلم. والرواية الثانية في المذهب هي أنه يصح ضمان المتلفات جميعا بالمثل بحسب الإمكان، ما دام أنه يمكن أن يكون لها مثل فإنه حينئذ يمكن أن تضمن بالمثل. قالوا مع مراعاة القيمة، فلابد أن يكون المثل ليس مجرد الشكل فقط، بل الشكل مع القيمة، لأن أحيانا قد يتفق الشيئان في شكل واحد لكن أحدهما أغلى. مثلا في زماننا يهتمون بالشيء العتيق، الإناء العتيق له قيمة أعلى من الإناء الجديد مثلا، أو العكس، قد يكون الجديد قيمته أعلى من العتيق مثلا، أو نوع الصنعة أو هكذا. إذن يجعلون الضابط عندهم بأمرين، الأمر الأول حسب الإمكان، يعني أن يكون هناك إمكان التشابه والمثلية. القيد الثاني أنه مع الشكلية في المتلف ينظر أيضا لقيمته مع النظر لقيمته، فلا بد من القيدين، كذا نص الشيخ تقي الدين بن تيمية. ومن أعظم أدلة الشيخ تقي الدين وتلميذه حديث الباب، فإن القصعة واضح أنها ليست من المكيلات ولا من الموزونات، بل هي من المصنوعات، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها بمثلها، فقال طعام بطعام وإناء بإناء، إذن ضمن مثل الإناء. فحينئذ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن هذا المتلف بمثله مع أنه ليس مكيلا أو موزونا. وأما فقهاء المذهب فإنهم وجهوا هذا الحديث توجيها بأكثر من توجيه. من هذه التوجيهات أنهم يقولون أولا أن الإناء الأول والإناء الثاني كلاهما ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما في بيته، والآنية ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من باب الضمان، وإنما كان هذا الشيء من باب يعني ترضية الزوجة الأخرى، لأن كل الآنية في بيت زوجته الأولى والثانية إنما هي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يضمن لنفسه، فالشخص لا يضمن لنفسه شيئا، فدل على أنه فقط من باب تطيب النفس والأدب. هذا واحد. الأمر الثاني قيل إنه هذا من باب الصلح لا من باب الضمان، قد يكون هذا من باب الصلح لا من باب الضمان، ومعلوم أن باب الصلح يتوسع فيه أكثر بكثير من باب العقودات أو المعاقدات والبيوع كما مر معنا، ولذلك يجوز فيه الجهالة في الصلح. أليس عندنا من أنواع من نوعي الصلح الصلح عن إنكار لا يعرف كم مقداره، ومع ذلك يجوز الصلح عنه بعوض مع أنه مجهول بالكلية. إذن باب الصلح يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه غيره، فقيل إن هذا منه. وهذه المسألة مسألة مشهورة جدا، والحقيقة أن عمل الناس الآن هو على المثلية، وخاصة في المصنوعات الحديثة، فإن المصنوعات الحديثة تكون أدق يعني بدقة متناهية. هذه القنينة لا تستطيع أن تفرق بينها وبين القنينة الثانية، المصنوعات الحالية الآن دقيقة جدا جدا جدا. لكن لابد أيضا مراعاة القيد الثاني ذكره، وهو قضية القيمة، فقد يكون أحدهما له قيمة معينة باعتبار معين لهذا المصنوع. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. نعم، هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، ونظرنا لحديث رافع بن خديج سيكون من ثلاث جهات. سننظر أولا في معنى الحديث، ثم الكلام فيه، ثم ننظر في فقهه. فأما معنى الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. نحن عندنا نعلم أن ما نسميه الآن عمل الزراعة نوعان: إما زرع وهو
النبات الذي ينبت من حشيش ونحوه كمن يجعل برسيم أو يجعل قمح أو غير ذلك، ويلحق الفقهاء بهذا الزرع النعناع وغيره من هذه المشتقات التي تقصد لورقها، إذن هذا يسمى زرعا. وهناك أمر ثاني يسمى غرس، مثل الشجر والذي يكون له جذع، فهناك فرق بين الزرع وبين الغرس. الحديث الأول حديث رافع متعلق بالزرع، وحديث عروة ابن الزبير عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالغرس. إذن لابد أن نعرف أن هناك فرقا في الحكم في باب الغصب بين الزرع وبين الغرس. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم، أول شيء من زرع عرفنا أن الزرع هو ما كان فيه مثل الحشيش ونحوه كالقمح ومثل البرسيم وغير ذلك من الأشياء التي تزرع مرة واحدة ثم تحصد ولا يجتنى منها ثمر. قال من زرع في أرض قوم، قوله في أرض قوم يعني أنه ليست الأرض ملكا له، ليست الأرض ملكا له، فقال وقال بغير إذنهم. هذه الجملة بغير إذنهم قيدت المكان الذي زرع فيه، لأن الذي يزرع في أرض ليست له قد يكون من باب المزارعة، الذي يأتي لغيره ويزرع في أرضه قد يكون من باب المزارعة أو الاتفاق بينه وبينهم. ولكن لما جاء بهذه الزيادة بغير إذنهم، وسيأتي معنا الكلام في هذه الزيادة هل تصح أم لا، دلنا على أن زراعته في أرض هؤلاء القوم هو من باب الغصب، أي من غير إذنهم، سواء كانوا غير عالمين أو كانوا عالمين وغير راضين بزرعه. إذن هذا يسمى نوع من أنواع الغصب، ألحق بباب الغصب بالخصوص لكلمة بغير إذنهم. طيب، قال بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، أي أنه لا يستحق شيئا من هذا الزرع، وله نفقته، أي أن الغاصب هو الذي يأخذ الزرع، يأخذ الزرع كله، يأخذ القمح كله، يأخذ البرسيم كله، ولكنه يعطي، عفوا، ولكن المغصوب، مغصوب منه يأخذ الزرع كله ويعطي الغاصب أجرة العمل. أنت اشتغلت فيه مدة شهرين، لو أني أتيت بعامل يعمل مدة هذين الشهرين فإنك تعطيه هذا المبلغ. طيب، إذن أثبت لنا حكمين، الحكم الأول أنه لا يملك الزرع وإنما يكون الزرع لصاحب الأرض المغصوب منه، والأمر الثاني أنه أثبت حكما ثاني وهو أن له نفقته اللي هي أجرته، أجرة المثل فيما لو كان عاملا أتى بعامل فعمل له هذا العمل. سيأتي إن شاء الله الفقه بعدما نتكلم عن الحكم على هذا الحديث. هذا الحديث هو مروي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عن الجميع، وهذا الحديث كما ذكر المصنف حسنه الترمذي، وقد نقل أن البخاري أيضا حسنه، كذا نقل الترمذي وغيره نقلوا أن البخاري أيضا حسن هذا الحديث. يقول المؤلف ويقال إن البخاري ضعفه، قوله ويقال لأن الذي نقل أن البخاري ضعف هذا الحديث إنما هو أبو سليمان حمد الخطابي صاحب معالم السنن، نقل أن وإعلام الحديث أيضا في شرح البخاري، نقل أن البخاري ضعف هذا الحديث، وإنما المشهور عنه والمنقول عنه إنما هو تحسين هذا الحديث. ونحن مر معنا كثير أن معنى تحسين المتقدمين وخاصة الترمذي مشكل عند كثير من أهل العلم ما معناه، وبعض أهل العلم يرى أن تحسين الترمذي وبعض أهل العلم المتقدمين قصدهم بتحسين الحديث أن الحديث فيه علة ولكن عمل الناس عليه، وذلك من يرى هذا الرأي يقول دائما الترمذي أبو عيسى يقرن بين تحسين الحديث وبين قوله وعمل الناس عليه، مما يؤكد على أن هذا مراد. وهذا طبعا أحد الآراء في قضية التحسين، والترمذي لم يتكلم عن مصطلحه تماما أو بكلام يعني ينفي الخلاف ويرفعه في هذه المسألة. هذا الحديث أعله بعض أهل العلم بأكثر من علة. أول علة من علله كما قلنا إنه من رواية أبي إسحاق عن عطاء عن رافع، وقد قال أبو زرعة رحمه الله تعالى إن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج، فيكون نوع من الإرسال، والإرسال من أضعف علل الحديث. العلة الثانية ما أعله به جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع، فإنه أعل هذا الحديث بأنه قد رواه عن أبي إسحاق شريك بن عبد الله وتفرد به، قال وشريك متكلم فيه، هذه علة ثانية.
العلة الثالثة هي التي أعلها أو أعل بها الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد جاء عنه أنه ضعف زيادة بغير إذنهم، وقال إن هذا الحديث زيادة بغير إذنهم إنما زادها أبو إسحاق وليس غيره من الرواة يروي هذا الحرف، فكأن أحمد يقول إن زيادة بغير إذنهم ضعيفة ما تصح، وأن غيره من الرواة لا يزيدها. طبعا كلمة الإمام أحمد هذه فهم منها ابن رجب كما في كتابه القواعد أن أحمد يحمل هذا الحديث لا على الغصب، وإنما يحمله على المزارعة الفاسدة، إذ الحديث يكون لفظه من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء، فكل عقد مزارعة فيه إذن بالمزارعة لكنها فاسدة، كما سيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم صور المزارعة الفاسدة، فكل مزارعة فاسدة فإنه يستحق فيها الأجرة وليس له من الزرع شيء، ما يكون له يعني جزء مشاع من الزرع. لماذا حدث الإشكال في هذه الجملة بالخصوص؟ محل الإشكال في هذه الجملة أن الإمام أحمد نفسه قال إن هذا الحديث على خلاف القياس، أنه مشكل من حيث القياس، ووجه الإشكال أن هذا الغاصب نحن نقول إن تصرفات الغاصب الحكمية والعينية أيضا في المال باطلة، فلماذا أثبتنا له أجرة؟ لماذا نثبت له أجرة؟ ففيها إشكال من حيث النظر والقياس، فهذا هو إشكال في هذه المسألة، في أن الغاصب يعطى أجرة على عمله الذي فعله في أرض مغصوبة. لو قلنا بهذا الشيء إذا كان كل واحد من الناس أخذ مال غيره وعمل به في الزرع ثم قال أعطني أجرة شهرين أو ثلاثة، فألزمت صاحب الأرض بأجرة وهو ليس بملزم، لم أقل لك ازرع. إذن هذا هو محل الإشكال في هذه الزيادة. أعيده، محل الإشكال من حيث المعنى، الآن سنأتي بها من حيث الفقه إن شاء الله. محل الإشكال في هذا المعنى أن الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد مع أنه ضعف هذه الزيادة في هذه الرواية إلا أنه كما سيمر معنا بعد قليل عمل بها في أغلب الروايات عمل بهذه الزيادة، هو ضعف هذه الزيادة بغير إذنه ضعفها ولكنه عمل بها. وجه يعني الاعتراض على هذه الزيادة أننا نقول إنها تخالف القياس، نص أحمد كذا فيما نقله عنه القاضي أبو يعلى في كتاب العدة، قال إنها من مخالفة القياس ولكني أستحسنه، فهو عمل بها. قد أشير بعد قليل لمعنى الاستحسان بإذن الله عز وجل. ما وجه أنها تخالف القياس؟ القياس أن الغاصب تصرفاته باطلة، وإذاك يقول تصرفات الحكمية للغاصب باطلة عبارة الزاد، فهو باطل تصرفه، لماذا أنتجت له فائدة؟ هو عمل ثم تعطيه أجرة، ثم لو قلت بذلك قد يكون سببا لأن بعض الناس يأخذ أرضا لغيره فيزرعها ثم يقول أعطني نفقة شهرين عملت فيها، أنا لم أعاقدك فكيف يعني تعطيني هذين قيمة هذين الشهرين أو نفقة وأجرة هذين الشهرين؟ فوجه أنها مخالفة للقياس العمل بهذا الحديث أننا نقول إن إعطاء الغاصب أجرة مخالفة للأصل في بطلان تصرفاته وإثبات أجرة له من غير معاقدة، وقد تؤدي إلى أن أشخاصا يغصبون ويطلبون بالنفقة وهي الأجرة. طيب إذن هذا ما يتعلق بالكلام في هذا الحديث. مع الإعلال هذا إلا أن بعض أهل العلم انتصر لتقوية هذا الحديث، ومنه ابن القيم في تعليقه على تهذيب السنن، أو معنى أصح في تعليقه على تهذيب السنن، فإن المنذري هذب سنن أبي داود ثم جاء ابن القيم فهذب التهذيب وعلق على تهذيبه هو، فهو تعليق على تهذيب السنن يسمى الحاشية. هو انتصر ابن القيم رحمه الله تعالى لتقوية هذا الحديث والاحتجاج به، وقد عمل الإمام أحمد بهذا الحديث، فقد نص الإمام أحمد في رواية حرب أنه قال أذهب لهذا الحديث، لحديث رافع بن خديج برواية أبي إسحاق، وهو أكثر الروايات عن أحمد أنه عمل بهذا الحديث. وهذا يفيدنا أمر يجب أن يتقرر عندنا، أنه ليس كل حديث معلول وفيه علة تضعفه أنه لا يعمل به، ولذلك أحمد يقول عندنا الحديث الضعيف أولى من القياس. لننظر أولا في فهم هذا الحديث على مشهور المذهب وهو المعتمد، ولا أظن يعني
أن الشيخ تقي الدين يخالف هذا المسألة، لكن أريدهم. المذهب أنهم يقولون إن من غصب أرضا وزرع فيها زرعا فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون قد حصد الزرع، أن يكون الغاصب قد حصد الزرع، فحينئذ فإن الزرع يكون ملكا للغاصب لأنه حصد وملكه. طيب، فإذا رجعت الأرض للمغصوب منه فإن الغاصب يعطيه أجرة عن مدة الغصب، هو غصبها مدة سنة، ننظر كم قيمة أجرة الأرض مدة سنة. إذن الحالة الأولى في الزرع أن يغصب الغاصب ويزرع الأرض ثم يحصد زرعه، فحينئذ يملك الزرع ويلزم الغاصب بأجرة الأرض، بأجرة الأرض. هذا هو المذهب. الحالة الثانية أنهم يقولون إذا ردت الأرض المغصوبة والزرع لم يحصد فإن المغصوب منه يخير بين أمرين، يخير بين أمرين. ما هما الأمران؟ الأمر الأول أن يترك الزرع إلى حصاده ويعطى الغاصب أجرة المثل لهذا الحديث. والحالة الثانية أن يأخذه هو، أي صاحب الزرع، بنفقته، يأخذه، أن يأخذه بنفقته. كم النفقة يأخذها؟ أو يأخذها مثلا الغاصب بنفقته، إذا أراد قال لا خذ إذن زرعك بنفقته إذا كان لم يحصد. لكن لو كان حشيشا هنا لا قيمة له، نقول يصبر به وينتظر كما نص أحمد وسأذكره بعد قليل. طيب، إذن هذا هو المذهب وعملوا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. الإمام أحمد نص على هذا الرأي، فإنه قال من زرع في أرض قوم من غير إذنهم، كما هو نص الحديث تماما، قال فله النفقة، أي للغاصب يعطى النفقة، فله النفقة والزرع لصاحب الأرض. قال وأما النخل، وهو الحديث الثاني، فإنه يختلف عنه، لأن النخل ينتفع به وأما الزرع فإنه لا ينتفع به، وإنما هو حشيش، كذا قال الإمام أحمد، هو حشيش، فلو قطعته وقلت خذه وهو حشيش لم ينتفع به، فنقول ينتظر به أو يعطى النفقة كما نص فقهاؤنا رحمة الله على ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الأول. بقي عندي مسألة أخيرة أختم بها هذا الحديث قبل أن ننتقل للحديث الثاني. قلت لكم أن الإمام أحمد فيما نقل عنه القاضي أبو يعلى في كتاب العدة أنه قال لما ذكر هذا الحديث قال إن الزرع يكون لرب الأرض وللغاصب النفقة. يقول أحمد، انظر عبارة أحمد، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ليس شيئا يوافق القياس، وإنما أستحسن أن يدفع إليه نفقته. فبين أحمد أنه يستحسن هذا طبعا للحديث. عندي هنا مسألتان قبل أن أبين كلام أحمد، ما معنى القياس وما معنى الاستحسان؟ معنى القياس ليس إلحاق الفرع بالأصل لاتحادهما في العلة فقط، بل إن القياس يطلق على معاني متعددة، ولذلك يسمون القياس قياس أصل وقياس وصل وقياس فصل. وهذا النوع من القياس الذي قصده أحمد إنما هو القاعدة الكلية، وإحنا قلنا قبل قليل إن القاعدة الكلية ماذا؟ أن تصرفات الغاصب باطلة، فكيف نجعل له نفقة على بعض تصرفاته؟ ففيها مخالفة للقاعدة الكلية، فقال هذا على خلاف القياس، ولكني أستحسن. الاستحسان الذي كان يفعله أحمد أو يقول به ويقول به غيره من الفقهاء كالشافعي وغيره معناها تخصيص العلة، وليس معناه المعاني البعيدة عند بعضهم من قدح في ذهن المجتهد ولم يستطع التعبير عنه، وإنما هو تخصيص العلة. لأن أهل العلم لهم رأيان، بعضهم يقول إن الاستحسان هو الاستثناء من القياس، وبعضهم يقول هو تخصيص العلة. لماذا فرقوا بين هذين المعنيين؟ لأن الخلاف المعروف الذي تعرفونه، هل يوجد شيء على خلاف القياس أم لا؟ من قال أن هناك أحكاما فقهية ترد على خلاف القياس قال إن معنى الاستحسان هو الاستثناء من القياس والقاعدة الكلية. ومن قال إنه لا يوجد شيء على خلاف القياس، وهي طريقة الشيخ تقي الدين التي أطال عليها، ولذلك ألف كتابه قاعدة في الاستحسان في بيان هذا المعنى، وابن القيم أطال عليها في إعلام موقعين، أنه لا يوجد شيء على خلاف القياس،
بل إن هذا من باب تخصيص العلة، فإننا نقول إن القياس كذا ويستثنى منه كذا لأجل معنى لا من باب الطرد، وإن من باب المناسبة، فنقول إنها من باب تخصيص العلة، كأن نقول إن العراية مستثناة للحاجة، لأن القاعدة أن القليل يعفى عنه للحاجة إذا كان التحريم من باب سد الذرائع لا من باب تحريم المقاصد، وهكذا. إذن المقصود لنا هذا الكلام ماذا؟ أن نقول إن قول أحمد أستحسن للحديث ولتخصيص العلة أو الاستثناء من القياس بناء على الطريقتين في معنى الاستحسان في المسألة. أريد أن أختم كلمتي أن ابن رجب رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذا الأثر المنقول عن أحمد بيّن في كتابه القواعد، وهذا كتاب كما أقول دائما أكرر هذا من كتب العظيمة جدا في الفقه وفي القواعد، من أعظم الكتب، عظيم جدا، حتى أن يوسف بن عبد الهادي في ذيله على ذيل طبقات الحنابلة قال إن ابن رجب لما وجد هذا الكتاب بعد وفاته استكثر عليه، قالوا إن ابن رجب ما يستطيع أن يؤلف هذا الكتاب، إنما هي تعاليق وجدها لشيخه الشيخ تقي الدين فنسبها لنفسه، وليس كذلك، بل ابن رجب عنده من العلم وسعة الاطلاع وحسن تخريج الفروع على الأصول وتقرير الأصول وتخريج الفروع وإلحاقها بنظائرها ما ليس عند كثير من أهل زمانه، بل فاق بعضا وكثيرا ممن سبقه في زمانه، وكل كتب تشهد لهذا المنهج، فتح الباري وغيره من الكتب ترى إبداعا في الصنعة الفقهية، وهذا رحمه الله تعالى يدل على أن كثيرا من الناس إنما يكون علمه منشورا بعد وفاته، فإن ابن رجب في حياته كان مغمورا غير مشهور، بدليل أن ترجمته قصيرة ليست طويلة، ولو كان مشهورا لأطنب الناس في ذكره، وكان متنقلا بين البلدان بين العراق والشام ومكة وجاور ثم رجع. نعم، ابن رجب في هذا الكتاب قال إن بعض أصحابنا قال إن هذا على وفق القياس، ثم ذكر كلاما فيما يتعلق بوفق القياس، يعني من أراد أن يرجع له فهو أنسب لأنه قد يأخذ وقتا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلة والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل يخرج نخلة، وقال ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن برواية عروة عن سعيد بن زيد المختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. نعم، هذا حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبهام الصحابي غير مضر على التحقيق، بل هو قول أكثر أهل العلم أنه لا يضر في صحة الحديث، وإنما قال بعض أهل الكلام إنه من الجهالة المردودة، يعني تبعا لبعض أهل العلم. قال إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، يعني أحدهم غرس نخلا ومن غير إذن من الثاني، قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها، يعني حكم أن الأرض تكون للصاحب، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله بأن يقلع هذا النخل ويضعه في مكان آخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، أي أن الظالم لا يستحق شيئا، وهذا هي القاعدة العامة أن كل من فعل شيئا وظلم غيره فإنه لا يستحق حقا. قال رواه أبو داود وإسناده حسن. هنا المصنف رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث، بينما قال في كتابه الآخر وهو الدراية في تخريج أحاديث الهداية المرغناني قال إن هذا الحديث رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، ووجه الانقطاع أن هذا الحديث جاء من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الانقطاع فيه قالوا إن أول شيء طبعا أعله ابن الجوزي بالإرسال، لأنه جاء في بعض الطرق أن عروة قاله ولم يسنده وأن قال سمعته، وإنما قال يعني قال رجل ففيه إرسال، وهذا معنى كلمة الحافظ أن فيه انقطاع. وأعله ابن الجوزي في كتابه التحقيق بعلة أخرى وهو ضعف، والكلام ليس ضعف، وإنما نقول الكلام في محمد بن إسحاق شيخ مالك، والكلام فيه مشهور ومعروف، لكن كما ذكر المصنف أن هذا الحديث يعني حسن وعمل به أهل العلم منهم الإمام أحمد وغيره، نصوا على العمل بهذا الحديث. طبعا قال وآخره عند أصحاب السنن طبعا إلا بن ماجه، وسيورده المصنف بمشيئة الله عز وجل
الرواية الأخرى في كتاب إحياء الموات إن شاء الله. لكن أورد المصنف الرواية الثانية لكي يبين أن هذا الانقطاع محمول على اتصال، لأنه جاء من حديث سعيد بن زيد، سنذكره إن شاء الله في باب إحياء الموات. هذا الحديث أخذ منه الفقهاء حكم من غصب أرضا وزرع فيها زرعا أو بنى فيها بناء. والفقهاء يقولون إن من غصبت أرضه فزرع فيها زرع، فغرس فيها شجر، فغرس فيها شجر أو بني فيها بناء، لأن البناء له حكم عندهم غرس الشجر، فإنه بالخيار بين أمور. الأمر الأول أن يأخذ هذا البناء وهذا الغرس فيكون، ويكون للغاصب أجرة فقط، أجرة البناء وأجرة الغرس الأمر الثاني أنه له الحق أن يطلب القلع للبناء والقلع أيضا للغرس، فيقول اقلع بناءك وغرسك، ويأخذ صاحب الأرض أرش النقص وأجرة الأرض، يأخذ ثنتين وتسويتها، يأخذ ثلاثة أشياء، يأخذ أرش النقص لأن الأرض إذا كان مبني فيها غير الأرض التي لم يبنى فيها، والأرض التي حفرت بطريقة معينة إذا نقصت قيمتها فإنه يأخذ أرش النقص، ويأخذ التسوية، قيمة التسوية إن لم يسويها هذا الغاصب يجعلها مستوية مدفونة، والأمر الثالث يأخذ أيضا أجرة عن المدة الماضية. إذن هو مخير بين أمرين، بين أخذ البناء والغرس مع بذله أجرة المثل للغاصب، وبين أن يطلب قلعها مع أخذ أجرة أرش نقصها وقيمة تسويتها وقدر وأجرتها عن المدة الماضية، كم الإجارة التي تؤجر في المدة الماضية فيأخذ القيمة، غصبها سنتين كم قيمة تأجير الأرض سنتين. ما الدليل على ذلك؟ هو حديث الباب، وقد قال أحمد إن النخل ينتفع به إذا نقل فلذلك يؤمر بقلعه، وأما الزرع فإنه لا يقلع لأنه لو قلع لكان حشيشا، ومن مقاصد الشرع عدم إتلاف الأموال، ما تتلف الأموال وإنما يصبح حشيشا. بقي عندنا مسألة ذكرها بعض مشايخنا عليه رحمة الله، ولا أدري بأي الأمرين تلحق. قديما كان الفقهاء يلحقون البناء بالغرس لأن البناء يباع نقضه، اللبن يباع، يعني السقف سواء كان من فرش اللي هو الحجارة أو كان من خشب، الخشب يباع فيه، كل شيء في البناء يباع قديما. وأما الآن فإن البناء لا قيمة له، بل إنك تدفع قيمة لتكسيره وخاصة البلوك والسمنت. فكان بعض المشايخ قديما وكان قاضيا لذلك عرف هذه المسألة، قال قد يقال في زماننا إن البناء يلحق بالزرع ولا يلحق ب الغرس لأن البناء لا قيمة له، مثل ما علل أحمد في الحشيش. ولكن في الحقيقة أنه قد يكون الشخص ما أعجب هذا البناء وإنما يريد بناء آخر فيصبح على الخيار، والمسألة مترددة وتحتاج إلى بحث وتحقيق أكثر بالنظر للمعاني. الفقهاء ألحقوا البناء بالغرس لأنه قالوا ينتفع به، لكن في زماننا الآن البناء لا ينتفع به، البلوك يرمى، بل يعني لا يريده أحد، وحتى إذا رميته في أرض فضاء يعني غضب صاحبها فقال ارمه مكانا بعيدا، ففيه مؤنة حتى في نقله في هذا الزمن. والمسألة تحتاج إلى تحقيق، ولعل الله عز وجل يعني من يقيض لهذه المسألة. نعم، يعني يباع الحديد بس أقل، يعني كم قيمة الحديد؟ يعني لا يجاوز عشر القيمة الحقيقية التي بذلها صاحبها، أظن هذا الشيء، مع قيمة البناء كامل من البلوك، مع قيمة البناء من الإسمنت، كل هذا سيذهب، هذا لا قيمة لها، البوية لا قيمة لها، التكسير. لكن باقي إذا خرج رجل يعني من غير فائدة، يعني قيمة الهدم أخذها بقيمة الحديد. طيب هو أو الفقهاء يقول ينتفع بالغرس، ينتفع بالبناء، يستطيع بيعه، فرق بين الهدم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى، أي في حجة الوداع قبل قبضه صلى الله عليه وآله وسلم ببضعة أشهر، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الدماء، وذلك بالقتل أو بما كان دون القتل، وأموالكم سواء كان بأي صورة من صور الغصب، وأعراضكم، العرض يشمل أمرين: إما العرض الذي هو ما يتعلق بالأبضاع، أو العرض الذي هو ما يتعلق بالحديث في الشخص والكلام فيه. قال: عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وهو أعظم يوم في السنة، وهو يوم النحر، كما جاء في حديث عبد الله بن لقيط: إن أعظم يوم في السنة يوم النحر، كذا صح في مسند الإمام أحمد. فأفضل يوم في أيام السنة على الإطلاق هو يوم النحر. قال: في شهركم هذا، وهو شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، وهو مكة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ومنى في الحرم، وأما عرفة فإنها خارج الحرم، فمنى أفضل باعتبار كونها في الحرم من عرفة. قال: متفق عليه، أي رواه الشيخان. أورد المصنف هذا الحديث للدلالة على أن أخذ الأموال بكل طريق فإنه حرام، وأن كل اعتداء على مال فإنه يأخذ أحكام الغصب السابقة. كل اعتداء على مال لغيره من غير وجه حق، كما نقلنا قبل عن الشيخ عثمان بن قايد، فإنه يأخذ أحكام الغصب. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك، أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجال ثقات. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري، وفيه قصة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجال ثقات. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن باب الشفعة. والشفعة هي استحقاق، ومعنى قولنا إنها استحقاق ولم نقل إنها حق، لأن الشخص له الحق بأن يسقطها، فحينئذ لا يثبت له الملك فيها. ولذلك يقول الشيخ أبو محمد بن قدامة: هي استحقاق الإنسان، وعبر بالإنسان ليدخل فيه الخلاف، هل يثبت للذم، وهل يثبت للذم على الذم، أو هل يثبت للذم على المسلم، والخلاف فيها مشهور. قال: هو استحقاق إنسان، انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. هذا تعبير الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. اعترض البدر الشمس الزركشي على قوله من يد مشتريه، قال: إنه قد تكون العين انتقلت إلى غير مشتر، ولذلك قال: الأصوب أن نقول انتزاعها من يد من انتقلت إليه بعوض مالي أو مطلقا، أو انتقلت إليه مطلقا قد يكون بهبة بقصد الثواب أو غير ذلك من الصور التي تنتقل إليه. الشفعة حق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إثباته، ولذلك جاء في الحديث التي سيأتي بعد قليل الكلام فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها أحكاما للشفعة. وهناك قاعدة، يعني ربما كررتها أكثر من مرة، نص عليها الرافعي في العزيز شرح الوجيز، وهو أن الحديث إذا دل على حكم من أحكام باب فهو دال على مشروعيته. هذا مسلم، أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حكم في هذا الباب، حكم من أبواب الشفعة، إذن هو دال على مشروعية الشفعة. دل على حكم من أحكام الحوالة، إذن هو دال على إثبات الحوالة، وهكذا. أول حديث الباب هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قال فلا شفعة. هذا الحديث
هو أصح ألفاظ هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الشيخان كما ذكر المصنف هنا اللفظ للبخاري من طرق عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقد قال الإمام أحمد إن هذا الحديث هو أصح الألفاظ، ولذلك قال رواية معمر عن الزهري طبعا عن أبي سلمة عن جابر حسنة، يعني هي أحسن الألفاظ، فأحسن الألفاظ هي هذه اللفظة، إذ كثير من ألفاظ هذا الحديث مشكل، وقد أعل أحمد كثيرا من ألفاظ الحديث التي ستأتي بعد قليل. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن الشفعة قال أذهب لحديث أبي سلمة عن جابر اللي هو الحديث الأول الذي معنا، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله الكلام في بعض الألفاظ الثانية بناء على ما يتعلق بها من فقه. قال وفي رواية لمسلم، وهذه الرواية جاءت من طريق ابن وهب عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر بن عبد الله أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ذلك، قال الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. هذا الحديث أو هذه اللفظة أعلت، لماذا أعلت؟ لأنه أطلق، يعني وجه الإشكال فيها كما سيأتي في الفقه أنه قال الشفعة في كل شرك، فأطلق الشفعة في كل شيء. جاء في بعض الألفاظ في صحيح مسلم من غير طريق ابن وهب، من طريق عبد الله بن إدريس، وكان أحمد يقول يكفيك عبد الله بن إدريس، فإن عبد الله بن إدريس ممن يعنى بالإتيان بالألفاظ كما هي، يأتي باللفظ كما هو، فقد جاء فيه زيادة الشفعة في كل شرك ما لم يقسم، فزاد كلمة ما لم يقسم، وهذا من باب تجويد هذه اللفظة وتحسينها. وكان أحمد يعني معروف بعض الأئمة من رواة الحديث معني بالإتيان باللفظ الدقيق، وبعضهم يأتيه بالمعنى، ولذلك هذا الحديث روي كثيرا بالمعنى وأدرج فيه كثير من الألفاظ كما سيأتي بعد قليل. يقول وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء قال ورجاله ثقات. الحافظ من دقته أنه قال ورجاله ثقات ولم يقل إن إسناده صحيح، لأن هذا الرواية التي عند الطحاوي جاءت من نفس الطريق الذي جاء عند مسلم من طريق ابن إدريس عبد الله بن إدريس الذي قلنا قبل قليل فيه ما لم يقسم، ولكنه لم يزد كلمة ما لم يقسم، وإذا قال هو رجاله ثقات لأنه ربما يكون من أحد الرواة الذين بعده، ومن روى عن عبد الله بن إدريس هو يوسف بن عدي وهم شيوخ البخاري، وقد أورده الذهبي في الكاشف، والكاشف بناه الذهبي على من تكلم فيه لكنه ثقة، فدل على أنه ربما عدت عليه ألفاظ، فلربما كان هذا الحديث من هذه الألفاظ التي عدت له، إذ عبد الله بن إدريس كما في مسلم زاد كلمة ما لم يقسم. هذه الأحاديث الثلاث كما ذكرت لكم قبل قليل أنها مشكلة جدا، وذلك الإمام أحمد رجح اللفظة الأولى عليها وقال إن أصح الألفاظ هي لفظ الزهري أو معمر عن الزهري عن أبي سلمة وهي اللفظة الأولى، وهي الشفعة في كل ما لم يقسم. الشفعة في كل ما لم يقسم اللي هي الجملة الأولى، الشفعة في كل ما لم يقسم. شوف اللفظة الثانية الشفعة في كل شرك، واصطوف فيها في كل شرك ما لم يقسم، وهي رواية مسلم أيضا عن ابن إدريس. والثالثة الشفعة في كل شيء. هذه الجملة التي رجحها أحمد الشفعة في كل ما لم يقسم تفيد أمرا مهما، وهو ما الذي تكون فيه الشفعة، لمن تجب الشفعة، في أي شيء تكون الشفعة من الأملاك. ولذلك أحمد كما نقل عنه صالح لما قيل له الشفعة لمن تجب قال أذهب لحديث الزهري الذي حديث الأول ولا أذهب للحديث المطلق. طيب بناء على ذلك فإن الفقهاء يشترطون في العين التي تثبت فيها الشفعة شروط أخذت من هذه الأحاديث. الحديث الأول أو الشرط عفوا الأول أن يكون هذا الذي ثبت له الشفعة شريكا وليس جارا، وليس جارا. ما دليلكم عليه؟ قالوا ما جاء في الرواية الأولى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والجار مع جاره وقعت بينهما الحدود، وسأرجع بعد قليل لهذه الجملة والكلام فيها إن شاء الله عندما نتكلم عن الجار. إذن المذهب أولا لابد أن يكون شريكا وليس جارا، ووجه الاستدلال أنه قال ما لم تقسم،
والشريك مع شريكه مقسوم، يؤكد ذلك قوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والشريكان وقعت بينهما الحدود، عفوا والجاران وقعت بينهما الحدود. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في المذهب أنه لا بد أن يكون شيئا يقبل القسمة، يقولون يعبرون أن يكون شقصا يقبل القسمة، إذ هناك أشياء لا تقبل القسمة، في أشياء لا تقبل القسمة، وذلك يقولون مما يقسم قسمة إجبار، مما يقبل القسمة قسمة إجبار بحيث أنه ينتفع بها بعد القسمة. الشرط الثالث في المذهب لما يصح أو لما يجوز فيه الشفعة وتثبت فيه استحقاق الشفعة أنه لا بد أن يكون أرضا، فلا يثبتون الشفعة في غير الأراضي من الأملاك مطلقا، لا يثبتون فيها وإن كان مما يمكن قسمته، فعندهم لا بد أن تكون أرضا. ودليلهم قال الحديث الزيادة الأولى فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ما دام تصرف الطرق إذن هذا هو أرض وليس كذلك. الشرط الثالث أو الرابع عفوا، وبعضهم طبعا أوصلها إلى سبعة لكن نقف عند أربعة، أنه لابد أن يكون المشتري اشتراها بعوض مالي على الصحيح، لابد أن يكون قد اشتراها بعوض مالي، كما جاء في قصة التي ستأتي إن شاء الله في قصة سعد رضي الله عنه مع المسور بن مخرمة في الحديث أبي رافع عندما نتكلم عن الجار. هذا ما يتعلق بالحديث. إذن أورد المصنف الحديث الرواية الثانية رواية مسلم ورواية الطحاوي استدلالا لبعض أهل العلم الذين يرون أن الشفعة تدخل في كل شيء، وبينا أهم مسألة عندنا وهو أن المذهب لم يأخذ بالرواية المطلقة لأنها معلة ولا تصح، وأن ظاهر الحديث جابر رضي الله عنه إنما هو خاص، قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود، إذن هو خاص بما يقسم مما يتعلق بالأراضي، وهو خاص بالشركاء دون الجوار. أورد المصنف بعد ذلك حديثين أو ثلاثة متعلقة بإثبات الشفعة للجار، نذكر هذه الأحاديث ثم نعود لذكر الخلاف فيها بين المذهب والرواية الثانية في المذهب. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار، قال رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جار الدار، فهم كثير من أهل العلم أن المراد به الجوار وليس الشراكة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالشريك بالجار هنا هو الشريك، ولذلك قال الإمام أحمد أهل المدينة يقولون الجار هو الخليط، وقال إن الأعشى قال ذلك في بيت شعر ولكني لم أحفظه، لا أحفظ بيت الشعر، بيت الأعشى. سبحان الله، بعض الناس يحفظ الشعر وبعض الناس يحفظ النثر، أحمد يحفظ النثر أكثر بكثير من حفظه للشعر، وذلك يقول بيت الأعشى لا أعرفه، فنقل الراوي عنه بيت الأعشى الذي قاله في ذلك، فإنه قال أجارتنا بيني فإنك طالقة، هذا بيت الأعشى، والأعشى هنا أهل منفوحة وقبره في منفوحة قريب من بل في بلدتنا في الرياض هنا، فقوله لأجارتنا يقصد بها زوجته خليطته التي هو مختلط بها، فقال إن أهل المدينة وأهل الحجاز يقولون إن الجار هو المختلط، فلذلك حمل أحمد هذا الحديث على أن المراد بالجار بلغة أهل المدينة هو الشريك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن فقهاء المذهب يقولون إن هذا الحديث له علة كما ذكر المصنف قال وله علة، والعلة هنا هي التي حكاها الإمام أحمد، فقال قد أخطأ فيه عيسى بن يونس، عيسى بن يونس أخطأ في هذا الحديث، إذ قد روى هذا الحديث النسائي من طريق عيسى بن يونس عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، والحقيقة أن عيسى وحده تفرد بهذا اللفظ أو تفرد بهذا الإسناد، وغيره من الرواة يروون هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة منقطع، ولكن نحن معلوم عندنا الكلمة أن قيل إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا وهو حديث العقيقة، أو قيل أو حديثان لم يسمع إلا حديثا أو حديثين بناء على ما نقل عن الحسن رضي الله عنه، هذه هي العلة، وذلك قال أحمد أخطأ فيه عيسى بن يونس، ولما روي هذا الحديث الإمام أحمد قال ليس بشيء، هذا الحديث ليس بشيء لا يحتج به، فله علة وله توجيه،
فقول ليس بشيء قد يكون من باب التوجيه الحديث أن المراد بالجار هو الخليط كما وجه. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقابه. قال أخرجه البخاري. الجار هنا تكلمنا عنه أنه يحتمل معنيين كما ذكرنا قبل قليل، أحق بصقابه أي بجواره. قال وفيه قصة، وهذه القصة اختلف فيها، فإن لها قصتان وليست قصة واحدة. القصة الأولى هي ما جاءت في الصحيح، طبعا البخاري أورد القصتين وقال لعل هذه القصة أولى، أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أتى لسعد بن أبي وقاص وكان جارا له، وقال له اشتري داري مني، فقال له سعد يعني لا رغبة لي في ذلك، فأقسم عليه المسور أن يشتريها منه، فقال سعد لا أشتريها منك إلا ب4000 درهم لا أزيد عليها منجمة بعد، يعني على سبيل التقسيط. فقال المسور رضي الله عنه فقد عرض علي فيها 500 دينار من الذهب، ونحن نعلم أن الدينار يعادل 12 درهما، يعني 512 6000، ومع ذلك سعد قال لا أريد بها إلا لن أدفع فيها إلا 4000. فقال المسور لولا أني فقال المسور رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما بعتها، أو نحو ما قال رضي الله عنه. فهذه القصة التي اختارها البخاري رحمه الله تعالى تفيدنا ماذا؟ تفيد أن المسور رضي الله عنه والصحابة بيّنوا أن الجار له حق في البيع لا في الشفعة، له حق في البيع ابتداء، فمن باب إكرام الجوار أنك تبيعها عليه وإن وجد غير. لو كانت شفعة لباعها ب500 دينار التي هي تعادل 6000 درهم ثم طالبه وأخذ الربح، فقال إنه من باب الأدب أنك تعرض الدار على جارك ليشتريها إن كان له رغبة، إن لم يكن له رغبة مطلقا إذن تبيعها. فهذا الحديث إذن بهذه القصة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم فهموا منه الحق، وذلك سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل الزيادة في قضية أنه يعني لا تباع حتى تعرض على صاحبه، فهو من باب الأدب، وبعضهم يقول إنه من باب الوجوب. إذن عرفنا توجيهين لهذا الحديث. طبعا جاء في عند الدارقطني لا أن سعدا والمسور لما باع المسور أو باع أحد الصحابة رضوان الله عليهم أرضه أو باع نصيبا له، أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم باع نصيبا له من دار له فيها شريك، فطالب شريكه بالشفعة فرفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الجار أحق بسقبه، فجعلها بعد البيع بالشفعة. ولكن القصة الأصح وهي التي أوردها البخاري وقال قد اختلف في قصته، ولعل هذه القصة هي أصحها، تدلنا على معنى هذا الحديث. إذن توجيه المذهب فقهاء المذهب ومنهم الإمام أحمد لهذا الحديث يكون من جهتين وهي رواية صحيحة. الأمر الأول أن المراد بهذا الحديث قبل البيع، فتعرض الدار على جارك ولو كان بسعر أقل، وهذا من باب الكرم والأدب. الأمر الثاني أن المراد إن صححنا التي عند الدارقطني أو قلنا إن محمولا على وجهين أو تعددت الواقع له، فنقول إن المراد بالجار هنا إنما هو الشريك. ولذلك الرواية التي عند الدارقطني أن صحابي بهذا اللفظ أنه باع نصيبا له من دار له فيها شريك، كذا لفظ الدارقطني له فيها شريك، إذن هو شريك. فالجار هنا بمعنى الشريك المخالط كما قال أحمد استدلالا بقول الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالق. إذن هذان توجيهان عرفنا لحديث أبي رافع رضي الله عنه. اللفظ الثالث وهو حديث جابر رضي الله عنه، وهو محل الإشكال في الرواية الثانية في المذهب. حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، نص صريح أنه أحق بالشفعة، لا يكون أدبا قبل ذلك. قال ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال رواه الإمام أحمد والأربعة ورجاله ثقات. الحقيقة أن قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن رجاله ثقات فيه نظر، إذ هذا الحديث أعل بأكثر من علة، وذلك نقل عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب العلل عن أبيه الإمام أحمد أنه قال إن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. ونقل ابن هانة في مسائله أيضا عن الإمام أحمد أنه قال ليس العمل على هذا الحديث. وقوله إنه ليس العمل على هذا الحديث يدلنا على أن على أن يعني العمل المسلمين
على خلاف هذا الحديث، وسيأتي في خاصة في الجملة الثانية. وجه إعلال هذا الحديث الذي أعل به أحمد وغيره عليه، كما نقل ذلك جمال الدين المرداوي في كتابه كفاية المستقنع، لأن العلل أنقلها عن غيري ولست عارما بها، وإنما أنا ناقل لها، ولذلك أنسب كل من أعل مسألة لصاحبها، فإن الإنسان يعرف قدره في كل مسألة، وكذلك الترجيح. ذكر المرداوي أن علة هذا الحديث أن راويه هو عبد الملك ابن أبي سليمان، وهذا الرجل هو ثقة وهو من رجال مسلم ولا شك، ولكن أنكر عليه شعبة أمير المؤمنين في الحديث وغيره من أئمة الحديث هذه الرواية، أنكرها شعبة وغيره هؤلاء الأئمة، ولذلك قال أهل العلم إن هذا الحديث فيه نكارة، كما قال يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن الترمذي قال هذا الحديث حسن وغريب لتفرد عبد الملك به، ثم سنتكلم عن الفقه بعد قليل. نعم. بعدما عرفنا هذه الأحاديث المتعلقة بإثبات حق الشفعة للجوار وكيف أنها معلة أو موجهة بأكثر من توجيه، سأورد آخر مسألة قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده، وهو قضية خلاف الرواية الثانية. الرواية الثانية في المذهب خالفوا في باب الشفعة في مسائل، أهمها مسألتان. المسألة الأولى أن الرواية الثانية في المذهب التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم وكثير من أهل العلم، ويقضى بها أيضا في محاكم عندنا الآن، أن الشفعة تثبت للجوار بشرط أن يكون بينهما حق مشترك، كأن يكون بينهما طريق، أو يكون بينهما بئر، أو أن يكون بينهما ماء كجدول ونحوه من حقوق الأملاك، الحقوق المشتركة من حقوق الأملاك، بحيث أنه إذا بيع هذا الجوار لرجل ثالث ربما يتضرر الجار بذلك. ودليلهم لإثبات هذا الحق أمران. الأمر الأول حديث جابر الأخير الذي مر معنا، وهو قوله الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا، وهذا الحديث كما قال الحافظ إنه رجاله ثقات وحسنه الترمذي، وإن كان الإمام أحمد وكثير من أهل العلم ضعفه، فإن الإمام أحمد قال إنه منكر، فأصل استدلالهم بهذا. الاستدلال الثاني النظر لمقاصد الجزئية لهذا الباب، فإن المقصد من إثبات الشفعة واستحقاقها إنما هو دفع الضرر عن الشريك، قالوا والضرر أحيانا قد يتحقق للجار مع جاره، وخاصة إذا كان بينهما طريق مشترك، بعض الناس ليس لداره إلا طريق واحد، وهذا الطريق طريق نافذ يعني مغلق غير نافذ، وهذا الطريق لابد أن يمر من طريق مزرعة جاره، فسلابد أن يمر عليه ولابد أن يتصل به، فلو اشتراها رجل لئيم أو ثقيل ربما تأذى أذى شديدا، وهذا كثير وخاصة في المزارع والبيوت القديمة، فيقول إن من مقاصد الشرع دفع الضرر عن الجار أو الشريك، وهذا منه، فهو من النظر لمعاني الشفعة. بما وجه الأحاديث السابقة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأول حديث جابر بالشفعة، الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وجهوا هذا الحديث بتوجيهات. الوجه الأول أنهم قالوا، وهذا ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، الوجه الأول قالوا إن هذا الحديث اختصره بعض الرواة وأتمه بعض الرواة، فكان بعض الرواة يختصر وبعضهم يتم، يعني يذكره كاملا، وممن ذكره كاملا الرواية الأخيرة التي هي عند الأربعة وأحمد في قوله إذا كان طريقهما واحدا، الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا، إذن قال هذا من باب الزيادة، فهي تستطيع أن تقول إنها من باب زيادة الثقة، كذا وجهها ابن القيم رحمه الله تعالى. التوجيه الثاني أيضا في هذا الأمر أنهم يقولون إن قوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هو في الحقيقة مفهوم لحديث جابر هذا، حديث أبي سلمة الأول مفهوم لحديث جابر الثاني الأخير، لأنه يقول إن الشخص إذا كان مشتركا مع جاره بطريق واحد ففي الحقيقة الطرق ليست مصرفة لأن الطريق واحد، فلم تكن الطريق صارفة بين الدارين بل الطريق واحد، فيكون قوله وصرفت الطرق من باب التفسير
لوقعة الحدود، فلا بد من وجود الشرطين الحدود وتصريف الطرق. فيقول إن تصريف الطرق لا يتحقق في ذلك، وإذلك يقول ابن القيم إن تصريف الطرق داخل في وقع الحدود. فإذا كانت الطريق مشتركة بأن كان الطريق مسدودا ونحو ذلك فإنها تكون كالحدود بينهما، لأن الطريق ملك الاثنين، لأن خاص انتفاع خاص، فلا تكون قد فصلت فصلا كاملا، فحينئذ يكونون أو يكون هذان الشخصان قد اشتركا في حق اتفاق مشترك بينهما، فلا يكون هناك يعني تفصيل كامل للحدود بينهما. غير واضح، أعيدها مرة أخرى. يقول ابن القيم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الحدود وصرفت الطرق، قوله صرفت الطرق في الجملة الثانية هي داخلة في قوله وقعت الحدود. الرجلان، أو قبل أن نتكلم عن الرجلين، الآن هذا الطريق ملكه لمن؟ الأصل أن الطريق ملك للجميع، لكن إذا كان الطريق لا ينفذ إلا بين الاثنين فقط فإنه في هذه الحال يكون ملك الانتفاع به خاص بهذين الاثنين. وإذاك يقولون مسايل القرى ملك لأهل القرية، فهو ملك لهم على سبيل الانتفاع، ملك انتفاع ليس ملك أعيان، وإنما هو ملك انتفاع، لكن لا يجوز بيعه لأنه مملوك. يقول ابن القيم إنه إذا كان الطريق مشتركا بينهما، الطريق خاص بينهما فقط مغلق، فإنه حينئذ لم يفصل طريق الأول عن الثاني وليس ملكا للجميع فينفذ فيه كل شخص، فحينئذ يكون داخلا في وقعة الحدود، فلم تقع الحدود في هذه الطرق فيكون مشتركين في شيء واحد وهو البئر أو الطريق، فلم تقع فصل الحدود بينهما في كل شيء، بل هما مشتركان في حق ارتفاق وهو البئر أو الطريق. فما دام قد اشترك في بعض فالبعض يأخذ حكم الكل فتثبت الشفعة، ما زال مشتركين في الطريق ما زال مشتركين في البئر. هذا رأيه، هذا التوجيه الثاني. فيقول إن هذه من باب المتعلق بالأمر الأول. طبعا رد المذهب على الأول واضح جدا، وهو أن اللفظ الأخيرة منكرة ولا نقول إنها زيادة ثقة. وأما التوجيه الثاني فنقول إن نقول إن صرف الطرق معنى منفصل عن الحدود، والمقصود في الحدود الحدود الملك لا حدود حقوق الارتفاق. التوجيه الثالث لهم الأحاديث السابقة أو حديث أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن بعض من أهل العلم ضعف زيادة فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فقد جاء أن أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى قال إن هذه الجملة مدرجة، وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق مدرجة من قول جابر، وهذا معنى قول إمام أحمد إن هذه الزيادة حسنة. قال هي حسنة أي عليها العمل، لأن بعض أهل العلم تكلم أهي مدرجة أم ليست بالمدرجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام فيها طويل وقد اختلف فيه الإدراج، ولكن ظاهر كلام البخاري ما مشى عليه البخاري ومسلم أن هذه ليست مدرجة وإنما هي يعني مثبتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير قبل أن نختم، أن الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب قال إن الشفعة أيضا تثبت في غير الأراضي، فكل شيء يمكن قسمته قسمة إجبار وإن كان منقولا فإنه تثبت فيه الشفعة إذا لم يكن فيه ضرر، عفوا فإنه فيه الشفعة إذا كان فيه ضرر، تثبت فيه الشفعة إذا كان فيه ضرر. ومثل لذلك قال في الآن في زمننا المصانع الكبيرة الآلات الكبيرة قد تكون هناك آلتان، نعم كل آلة منفصلة عن الأخرى لكنهما تكملان بعضهما. فالشيخ تقي الدين يقول إذا تصور وجود الضرر بالقسمة فإنه حينئذ تثبت فيه الشفعة، لكن المذهب إنما هو خاص فقط بالأراضي دون ما عداها، لأن الأحاديث صريحة أنها متعلقة بالحدود والحدود خاصة بالأراضي. آخر حديث نختم به. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة للقائم وإسناده ضعيف. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، كحل العقال عقال الدابة من الإبل وغيرها، إذا حللتها فإنه لا يأخذ وقتا كثيرا، مباشرة من حين تحل الإبل بالذات عقالها تنفتل، ولذلك جاء في الحديث تشبيه تفلت القرآن كتفلت الإبل من إيش؟ من عقولها، فإن من حين تحل الإبل تذهب، بخلاف سائر البهائم فإنها مثل من البقر ومن الغنم فإنها تبقى في مراحها، وأما الإبل فإنها سريعة الانحلال، ولذلك شبه تفلت القرآن من صدر حافظه كسرعة تفلت الإبل من عقولها. وهكذا هذا المثال هنا أيضا كحلة العقال مباشرة ينتهي.
قال رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب، هذه زيادة عند البزار وغيره. قال وإسناده ضعيف. وجه الضعف فيه أن هذا الحديث جاء من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه، ومحمد وأبوه ضعيفان مجمع على ضعفهما، فإن محمدا هذا قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي وأبو زرعة إنه منكر الحديث، منكر الحديث، كيف قد تفرد بهذا الحديث. وأما أبو عبد الرحمن البيلماني فالدارقطني قال إنه لا تقوم به الحجة مطلقا، لا تقوم به الحجة. فإذا كان الرجلان على هذه الهيئة وتفردا بهذا اللفظ فإن هذا اللفظ لا يحتج به أو غير صحيح الحديث. هذا الحديث أخذ منه الفقهاء مسألة، وهو أن الشفعة تثبت على سبيل الفور، تثبت على سبيل الفور، فمن حين يعلم الشخص بها ولا يطالب بالشفعة فإنها تسقط، ولو كان في المجلس لم يخرج منه، ولو كان في المجلس لم يخرج منه، فيقول إنها على الفور مباشرة. ودليلهم هذا الحديث، حديث الشفعة كحل العقال، وروا أحاديث أخرى لكن لا إسناد لها ولا زمام، لذلك يقولون هذه من أحاديث الفقهاء التي لا إسناد لها. وهذا هو المعتمد في المذهب، أن الشفعة على الفور، ومن حين يعلم الشخص تثبت الشفعة له، فإن لم يطالبها في وقت العلم، سواء كان علم بالتعاقد في لحظته كان حاضرا التعاقد أو علم به بعد التعاقد بعد ذلك، فإنه يسقط ولو تأخر شيئا يسيرا، حتى يقول لو تشاغل بالكلام فإنه يسقط حقه في الشفعة. وأما إذا لم يعلم بها فإنهم يقولون يتأخر حقه أو يبقى حقه معلقا لحين علمه، ولو مكث سنين طوالا فحقه باق لكنه معلق بالعلم، فمن حين يعلم إذا سكت فإنه يسقط. هناك رواية ثانية في المذهب أن حق الشفعة يمتد إلى ثبوته عرفا، فمن حين يعلم به مثل ما قالوا في الخيار، مثل ما قالوا خيار العيب يقول هذا ملحق به، فمن حين يكون الشخص في خيار العيب يعلم به وجرت العادة عرفا دالا على الرضا فيسقط حقه في خيار العيب، فكذلك هنا إذا دل قرينة الحال على الرضا به فإنه يسقط. ومثل ما قلنا في ثبوت النسب أيضا، أو سنقول في ثبوت النسب، فإن الشخص إذا جاءه مولود وجاءت قرينة حال تدل على إقراره به فإنه لا يجوز له نفيه لا بلعان ولا بغير، أصلا لا ينفى إلا بلعان. وإن أقر به حتى قالوا إنه من صور الإقرار به أي الولد، إذا هنئ به فقبل التهنئة فإنه لا يجوز له نفيه باللعان. إذن لابد من وجود دلالة حال على الإسقاط، وغايته نهاية المجلس، يعني يبقى إلى نهاية المجلس. وإذلك بعض أهل العلم يثبت فيه خيار المجلس ويثبت فيه بعض حقوق الخيار ويلحقونه بخيار العيب فيكون ملحق بخيار العيب، وهذه الرواية الثانية في المذهب. طبعا ممن رد توجيه المذهب قال أنكم تستدلون بالضعيف، والأمر الثاني أنكم أعملتم الجملة الأولى وتركتم الجملة الثانية وهي قوله لا شفعة لغائب، فكيف تسقطون الشفعة للغائب وتقولون إن الغائب ينتظر بالشفعة لحين يحضر، فعارضتم العمل في أول الجملة بآخرها. وأما المذهب فالحقيقة فإنما استدلوا بقول الصحابة ولم يستدلوا بهذا الحديث، فإنه قد ثبت عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا إن الشفعة على الفور، فاستدلالهم حقيقة بقول الصحابي لا بالحديث، وإنما يريدون هذه الأحاديث على ضعفها من باب بيان أن قول الصحابي لابد أن يكون مستندا لحديث، فقد يكون هذا الحديث قد وصلنا بإسناد ضعيف ولم يصلنا بإسناد صحيح وإنما هو معروف للصحابة، هذا من جهة. من جهة ثانية استدلوا قالوا لكي لا يكون هناك ضرر، لو قلنا بالتراخي أن ثبوت حق الشفعة على التراخي لكان هناك ضرر شديد جدا على مالك العين، إذ قد ينتظر أمدا طويلا ينتظر. نقول في الرواية الثانية توسطوا قالوا لا نقول على التراخي ولا نقول على الفور، وإنما نقول راجع للعرف ما لم يدل على قرينة على الرضا كانقضاء مجلس أو يعني قبول وتهنئة ونحو ذلك من العلامات. بذلك نكون قد أنهينا بحمد الله عز وجل كتاب الشفعة، اليوم نقف عند هذا المكان لأن هذه الأبواب أبواب المعاملات قد يكون فيها بعض التركيز، لو أخذنا درسين يكون في صعوبة في الفهم، وكلمني أكثر من شخص من الأخوان يقول نكتفي بالمغرب، فحاليا نكتفي بالمغرب إن أمكن إذا طال الليل جدا وليل الشتاء طويل أخذنا شيئا بعد العشاء، عاد نشوف إن شاء الله فيما بعد،
لأن دروس أبواب المعاملات بالذات دقيقة وتحتاج تركيز. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم شيخ محمد. نعم، أنا لو تلاحظ عبارتي ما قلت إنه نظرنا إلى علته، قلت علل بالمقصد. بالمقصد أنا عبرت بالمقصد. لماذا؟ لأن التعليل عندنا نوعان، تعليل بالعلة وتعليل بالحكمة، وهذا من النوع الثاني، التعليل بالحكمة. والتعليل بالحكمة ضعيف جدا، إلا في حالات قليلة جدا، حينما تكون الحكمة وصفا ظاهرا منضبطا فحينئذ تكون علة. فالتعليل بالمقاصد هو تعليل بالحكم، وهو أضعف بكثير من التعليل بالعلل، لأن العلل وصف ظاهر منضبط، إذ الضرر غير منضبط، قد يكون الشريك لا ضرر عليه ومع ذلك أثبتنا له الشفعة. فنحن نعلل بالحكمة في هذا الموضع، وهو لا شك أن التعليل بالمقاصد أضعف، فهي ليست علة وإنما حكمة أو مقصد من مقاصد الجزئية لهذا الباب، لأن هناك مقاصد كلية للفقه كله، وهناك مقاصد جزئية متعلقة بباب معين. فباب الشفعة المقصد الجزئي له دفع الضرر عن الشريك، فذلك أنا عبر، فهو ليست علة شيخ محمد، وإنما هو مقصد أو حكمة للباب، والتعليل به أضعف من التعليل بالعلة. طبعا معروف الشيخ أن بعض الفقهاء لا يعلل بالحكم مطلقا، وبعضهم يتوسع في التعليل بها، ومن أوسع الناس في مذهبنا ممن يعلل بالحكم هو الشيخ تقي الدين، فإنه ينظر لكنه يسعى إلى ضبطها بضابط مناسب، ولذلك توسع في الشفعة الشيخ. نعم صدقت، ولذلك هو يتوسع في الشفعة. صدقت الشيخ، لأنه يتوسع في الحكمة يتوسع في الشفعة. صدقت. طبعا طريقة الشيخ هي طريقة يعني مجموعة من متقدم الحنابلة كابن أبي موسى الشريف أبو علي الهاشمي، وطريقة عبد العزيز غلام الخلال، فإنه يتوسع اللي هو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، فإنه يتوسع في هذا المبنى، بخلاف طريقة القاضي. ونحن تكلمت قبل طريقة الطرد والتأثير عند القاضي، كتبه المتقدمة غير كتبه المتأخرة. في شيء؟ أجل نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.